ألم تفكري مرة في حياتك برغبة عارمة لمعرفة الدنيا أكثر مما تعرفين؟ جيشا، كيف تفكرين هكذا؟ كيف تتكلمين؟ لقد سممتك يا عزيز. لقد وضعت لك السم في القهوة يا عزيزتي. لا يمكنك أن تفعلي ذلك. بلى. أنت تمزحين؟ لا، لقد سممتك بالفعل. لا، لماذا فقط؟ لماذا؟ أردت أن أحميك من حياة تعيشينها وتجبرين على الاستمرار فيها. أيها العالم، أنا الشقية فيك. أيها العالم، تعبت من العيش فيك، سئمتك. العيش فيك عراك، حرب وعراك، عيش للباطل والزائل. لكن هناك في ملكوت السماء المجد والسلام. ولا شي. ليش؟ شو ليش؟ بلشنا بروفا وخلصنا وانتي ما حكيتي ولا كلمة. كيف حسيتي الجو بالعموم؟ هلا انا بعرف انه البروفا قصيرة بس ببين منيحة، بس ما حسيت انه لازم احكي شي لانه انتي ما تركتي دور لحدا. إيه لا، مو لهالدرجة، بس انا حبيت تكون هيك من الاول. فارضة شخصيتك. انت بتمقلسي؟ لا ما عم بتمقلس، بس هي مو مسرحية اطفال لانه بتكئب كثير. يا حب لا تدخلي بشي ما بيخصك، بعدين أنا مالي حابة بلش بشي يفقص بالأخير متى ما عم يصير مع العالم. رحاب، إذا ما رح تقليلي شو صاير معك عن جد رح أنقز على قولتك. بصراحة اليوم بدي شوفه العمار وبتعطيني رأيه بالمادة، مشان هيك خايفة كتير. خايفة مشان المادة ولا عمار هو المادة؟ يا عيني عليك، حساس لو في شي بيني وبين عمار ما كنت قلتلك. بالله حاجة تشتحيلي بخيالك. رحاب الله يخليكي، عنا شغل كتير، هلا مو وقت تبساطك. بعدين حبيبتي حطي ببالك شغلة وحدة، واحد مثل عمار شايف ومقضي ومثل ما قلتيلي شخصية مستحيل يتطلع فيكي. ليش هيك عم تحكي؟ صحيح ماني ملكة جمال بس ماني بشعة. شفتي انك حبيبتي؟ لك شبكي غايصة والله احترت، شو بدي اعطيكي شغل؟ ما بتعرفي العقد عنا؟ يعني الناس ما رح تعرف انه اللي عم تحكي مزح وعلاك بلا طعمة. معقولة هلا زعلتي؟ ليش كنتي بتاخدي كل شيء جد؟ انتي بتعرفي طبيعتي انا هيك، ما بحب امزح ولا بعرف الناس امتى بتكون عم تمزح معي. الما ما رح يطلع لنا من العرض مصاري ما؟ ليش؟ على اساس ما عندك مشكلة تشتغلي ببلاش؟ ايه لسه ما عندي مشكلة، بس انا بحاجة مصاري. معي 100، خدي 100 واعطيني 100. لك انا مفلسه بس مو لهالدرجه، ضبي مصرياتك ضبي. كيف حبيب القلب؟ ما انا منطش بعدين مثل ما قلت يمكن ما بيطلع بحب الدور. طيب قومي اتصلي فيه. كسرت متصله فيه 100 مره، بعدين رقمي صار عنده، اذا بده ياني هو بيتصل. شو بدي اتحجج؟ الماده وخلصتها، ليش اتصلت؟ الا اذا بدك تكتب ماده ثانيه. هلا لا تبلشي لنا معاناه وتعملي لي حركات التقل والولدنه، بدك يا قومي اتصلي فيه او اصرفي النظر نهائيا عنه. كل ساعه برايي انت على اساس خبيره. رحاب، اهم شيء تهتمي بشغلك، مثل ما قلت لك اعملي الشيء اللي بيريحك مشان ما تضلي قاعده عم تستني دق وما دق وتمري لي من جنب المؤسسه 100 مره مشان قال شو تشوفيه بالصدفه. هالقصص هي اللي بتساويها بعدين مشان ما يجيكي يوم وتندمي وتقولي يا ريت عملت هيك. على فكره أنا ولا مرة مريت من قدام المؤسسة على أساس صدفة، بس فكرة. ريحان، لا تقولي لي لسه بدي تناقشي بالنص. لا، خدي هدول مصاري؟ ما عم بعطيك إياهم هبة ولا دين،
أخذت شوية مصاري من سبونسر. هلأ شو بيطلع أكتر موزع على الشباب؟ بس أنتي لا تجيبي سيرة أبداً، بتعرفي بخاف حدا يتحسس أو ينزعج. عن جد شكراً. لك على شو هن 2000 ليرة بس؟ أي المهم يكفوني حق مواصلات وكاسة شاي، ماني حابة أطلب لا من ماما ولا من معها. هلأ لا تنسي بكرة على 10 عند الإطفائية مشان ننزل على البال نجيب تياب المسرحية. خلص بكرة على 10. يلا باي باي. ألو صباح الخير، قصدي مثل ماشي. أوكي مع السلامة. شو ماما شبه؟ آسفة ماما مزعوجة شوي. ليش عم تبكي؟ اتخانقت أنا وألما بالبروفا. إي وهي المحرزة يعني تبكي مشانها؟ ما أنتوا رفقات بكره بتصالحوا. هي عاملة راس علي عطالة وعالناس بتعمل بهادل قدام العالم. بهادل؟ إيه بتضل بتخانقني قدام الممثلين عطالة وعالناس. والممثلين كل واحد لسانه سبع شطرات. ولو ماما انا بعرفك قويه، ليش هي؟ لا ماني قويه، هديك ما القويه والحلوه والعيونها زرق والشقره والكل الناس بيحبوها، ما انا ولا شيء. شو هالحكيات؟ يا ماما انت بتعرفي انه انا بشعه، انا مسموع اطلع من الصبح للمساء ما بتسالي، اما مها لا بدق لي 100 واحد من المعهد على البيت ما بتقولي مين، اما مها اذا حدا بدق لها بتعملي 100 سؤال. بتعرفي ليش؟ لأنه أنا ما حدا بينطج فيني، وإذا حدا انطج فيني بيكون نعمة. حبيبتي، أنت بالنسبة لي أحلى بنت بالدنيا، حتى أحلى من معها، لأنه الجمال نسبي يا ماما. حبيبتي أنا ما بسألك لأن أنا بثق فيك. أنت بعمرك ما كذبتي علي؟ روقي حبيبتي. إيه؟ نرجع نحكي. هلأ مرقي لي البروفات كيف ما كانت تكون، وبكرة بس تساوي شغل خاص فيكي، دقي على التفاصيل اللي بدك إياها. بعدين في شغلة كثير مهمة لازم تفهميها، المسرح ببلدنا مو شغال. اولا ما في مصاري، لازم تفهم هي القصه. ثانيا اماكن العرض وين بدك تعرضي؟ وين بالشارع يعني؟ هي بالثمانينات او حتى بالسبعينات كانت نفس الظروف. ايوه انت عايشه بوهم السبعينات يا حبيبي. ليك يا رحاب، اذا بدنا نضل اصحاب هي الاوهام كلها بدك تشيليها من راسك، لانه هدول الجماعه كانوا ملاقيين من الثقافه والحديث بالثقافه بيعمل لهم برستيج وحضور قدام الناس، فصاير نظره على الخلق. هدول الناس بدك تشوفين حقيقتهم، شوفين وقت اللي بيتدابحوا على دعوة بمهرجان ولا دعوة عشاء. خلينا ساكتين، ما فينا نحكي أكثر من هيك. بعدين هي المثاليات اللي كانوا يحكوا فيها ما أنا موجودة، مو إنه موجودة ما قررت، لا ما كنت موجودة أصلا. أنا كثير آسفة كأني فيقتك بكير. إيه بس كنت حابة تقرأ النص وتعطيني رأيك فيه، وأنت ما عندك وقت غير بكير معناتها الحق عليك. كم مرة اليوم صرتي قايلة كلمة آسفة؟ طيب شو رأيك نطلع نشرب فنجانين قهوة وصحصح منيح، لأنه منظري كتير غليظ هيك، بس أنا عندي موعد بعد ساعة، معلش؟ إيه معلش، موافقة. وين بتحبي نشرب القهوة؟ ما بتفرق، أنت وين حابب؟ إيه بتفرق معي على السلامة.